مرحبا للجميع. تم استدعاء الصليب الأحمر لدعم طالب اللجوء في مركز تير أبل الرئيسي بسبب الناس الزائدة في تير أبل. اضطر طالب اللجوء إلى البقاء على الكراسي، وكان مجلس الهولندي للاجئين قد طلب المساعدة من الصليب الأحمر، وهذا الالتزام ضروري لأن غرف الانتظار المؤقتة أصبحت تستخدم بشكل دائم رغم أنها غير مناسبة لذلك. سيقوم الصليب الأحمر بنصب خيمة بها حمامات متنقلة وكل اللوازم المطلوبة مثل بطانيات ومستلزمات النظافة ولوازم الاستحمام. وهون الخبر مثل ما كنتم شايفين أصدقائي. ننتقل للخبر التالي. من المقرر أن يصوت مجلس النواب قريبا على إعادة فرز جزء من أصوات الانتخابات. سيتم إجراء تصويت غير متوقع من مجلس النواب حول مسألة ما إذا كان هناك حاجة إلى إعادة فرز الأصوات في 4 مراكز اقتراع في مدينة تل بروخ. وهون الخبر كمان مثل ما كنتم شايفين أصدقائي. هلا في عندي معلومة أصدقائي للجميع اللي عم يستفسر عن هذا الموضوع، كم هي مدة لم الشمل زائد الإقامة 5 سنين أصدقائي؟ متوسط بهولندا هلا بالوقت الحالي تقريبا شي 2 لـ 2.5. طبعا في ناس تحصل عليها على 1.5 سنة، على السنة ممكن أكثر من 2.5 و3 كمان، فحسب كل شخص، ما في شخص مثل الثاني. أوكي أصدقائي، يعني متوسط فيك تقول بين 2 لـ 2.5، أكثر شوي أقل شوي، بهالحدود الواحد بيحصل على إقامة زائد اللم الشمل. أوكي هلا في عندي معلومة كتير عم بنسأل باستمرار للناس كمان يلي حابة تستفسر عن هذا الموضوع، هل يحسب مدة لم الشمل من لما نقدم أوراق النسخ مع الترجمة ولا من لما نقدم أوراق الأصلية؟ إيمتى الحسب مدة لم الشمل؟ طبعا من لما تبعت أوراق النسخ مع الأصلية أوكي ويستلموها الـ E&A، هون تحسب مدة لم الشمل. أوكي أصدقائي، لأنه في كتير ناس صراحة عم تسألني بهذا الموضوع، أنا حبيت وضحه بفيديو لحتى الكل يستفيد. هلأ في كمان معلومة، أنا عمري 24 سنة أو 25 أو 26، المهم فوق 18 سنة شخص بالغ، هل ممكن تجي موافقة لم الشمل إذا شخص بالغ بده يعمل لم شمل؟ أكيد، يعني طبعا ممكن تجي الموافقة، ولكن مو دايما تجي الموافقة أو 100% بدنا نقول. في ناس بتقول أنه أنا المعيل الوحيد لأهلي أو بيقدموا تقارير طبية بأو الملف تبع اللم الشمل، فهون ممكن يصير في قبول. أنا بعرف ناس صراحة قدموا تقارير طبية زائد أنه قالوا أنا المعيل الوحيد لأهلي غير التقارير الطبية، فإجاهم قبول 100%. فممكن الناس تزبط معهم، في ناس تزبط في ناس لا، حسب شو بتقدم أوراق. أوكي، ولازم تدفع 210 يورو. بتمنى من الناس اللي قدرت تعمل لم شمل وهن بالغين يكتبوا لنا تحت بالتعليقات أصدقائي. أوكي حبايبي، فشكرا على المشاهدة، لهون خلص الفيديو. بتمنى لكم كل الخير والتوفيق، الله يوفق الجميع يا رب. وإذا أول مرة بتشوفنا لا تنسى اللايك والاشتراك أكيد لحتى نستمر، وتصبحون على ألف خير.